طيب اول حاجه هنعملها، عندنا شويه بطاطس كده فاضلين في البيت عايزين نعمل بيهم حاجه جديده. خليني اقول لكم المكونات اللي هنعملها عشان نعمل اقراص البطاطس بالجبنه الموتزاريلا. انا عندي شويه بطاطس هنا مهروسه ولسه سخنه، وعندي موتزاريلا طبعا، عندي هنا معلقتين كبار دقيق، عندي كركم، توم باودر، وعندي بابريكا، وده كل اللي احنا بنحتاجه طبعا مع الملح والفلفل عشان نعمل الوصفه دي. انا بس هحط طاسه هنا تبتدي تسخن كده على البوتاجاز، هنجيب بوله مختلفه هنزل فيها البطاطس، هنزل التوابل الاول عليها، كركم، توم الباودر، والبابريكا، وهبتدي اخلطهم كده مع بعض كويس. وبعد كده هي الفكره هنا ايه، انا عايز اعمل حاجه شبه العجينه من البطاطس، وهو ده بالظبط الاستعمال بتاع الدقيق. اخلطها وبعد كده ازود الفلفل والملح، هنزل بعد كده الدقيق، مش هنزله كله مره واحده لاني برضو مش عايزها تمسك قوي، فهنزل شويه اهو من الدقيق، ابتدي اقلب البطاطس كويس قوي، هنزل شويه دقيق كمان، وهنبتدي اهو كأننا بالظبط بنعمل عجينة، بنخلط كل حاجة هي مع بعض، وهتبتدي هي في ايدنا تمسك لحد ما اتأكد بس ان هي اتخلطت كلها، وهتلاقي قوامها اختلف خالص. فانا هبتدي ان انا اخد كرة اهو وهنكورها عادي خالص، وبعد كده بنعمل فيها زي تجويف بالشكل ده، بحشي فيها الموتزاريلا، لو عايز ممكن ازود هنا برضو شويه كمان، وفي الاخر ببتدي ابططها كده عشان تاخد شكل القرص. خليني اطلع لكم بس طبق، نحطها اهو بالشكل ده، نعمل واحده كمان قدام حضراتكم اهو، نعملها على شكل الكرة، وبعمل فيها تجويف كده بالشكل ده، وابتدي احط فيه شوية الجبنة، ويا اما اقفلها كده زي ما هي لو حسيت ان هي مش محتاجة ان انا ازود. وبتاخد زي ما حضراتكم شايفين شكل القرص كده، ودي على الشكل ده ممكن تخش كمان الفريزر تقعد معانا، ولما نحتاج نسويها نطلعها على طول ونسويها. خليني اوريكم انا هنا مجهز انا عندي الطاسه بتاعتي، هحط على طول الزيت وعلى طول ابتدي هنزل البطاطس، مش هسحم قوي الطاسه، ندي كل قرص فيهم الفرصه ان يبقى فيه مساحه حواليه تخليه يتنفس ويستوي كويس. زي ما احنا شايفين احنا سبتها بس لحد ما تستوي لان البطاطس اوريدي مهروسه، الجبنه برده اللي جواها مش هتاخد وقت خالص، فانا بسيبها تاخد بس السوا من الناحيتين، مش بتاخد يعني دقيقتين ثلاثه على كل ناحيه، وفي الاخر نديها كده شكل ظريف، نقربهم من بعض شويه
وبعد كده بنقدم معاها رامكن كاتشب.